عسلامتكم، مرحبا بكم. شكرا لكم على اختيار القناة الوطنية الأولى الموعد اليومي مع حديث الساعة. شكرا لكم اليومين أكثر فأكثر تابعوا فينا قراءة يومية في صفحاتنا، في صحافتنا المكتوبة المسموعة المرئية، كذلك في الصحافة الإلكترونية، وقراءة للأحداث الآنية بعد طول انتظار. إذن وحديث طويل على كيفاش باش تكون تشكيلة الوزراء الجديدة. البارح أعلن السيد الحبيب السيد رئيس الحكومة على الفريق الحكومي الجديد القديم، بما أنه نحكي على وزراء جدد ووزراء غير مكانهم ووزراء حافظوا على نفس المهام. باش نحكيه في الموضوع هذا اليوم وفي التحوير الوزاري بالتفصيل اليوم من خلال حديث عن كل الحقائب وحديث على تفاصيل هذا التحوير مع السادة أحسن الزرقوني، مدير عام شركة صبر أرا سيجما كونساي. مرحبا بك سي أحسن، شكرا لك على قبول الدعوة ومرحبا بك. المواد زادة كذلك مع السيد يوسف الوسلاتي رئيس تحرير جريدة الشعب. مرحبا بك سي يوسف، شكرا لك على قبول الدعوة. الموعد كذلك اليوم مع سي محمد الفراتي رئيس تحرير جريدة الفجر. شكرا لك سي محمد على قبول الدعوة. فهمتوا أنه حابين اليوم ناس عندهم مسافة في قراءة الأحداث الآنية وتعامل زادة كذلك مهني مع الأحداث الآنية، مع يتناش الأحزاب ولا مع يتناش يمكن الأطراف تكون معنية مباشرة بهذا التحوير الوزاري، باش هكاك يمكن نقراو بنوع من المسافة والبرودة. حديث 19 هاشتاج حديث 19 تتفاعلوا معنا يوميا زاد كذلك من خلال الصفحة الرسمية للتلفزة الوطنية tvn.tunisie. موعد الصحافة اليومية ومعرض الصحافة اليومية بطبيعة الحال اليوم الصحافة اليومية تفاعلت مع التحوير الوزاري للبداية مع جريدة الشروق في معرض الصحافة اليوم 7 جانفي 2016. جريدة الشروق اللي تخصص أعلى صفحتها الأولى للتحوير الوزاري والعنوان هو 13 وزير جديد وإلغاء كتاب الدولة، حكومة الصيد 2 ترضيات بالجملة، تشكيلة جديدة ولا جديد. ونقرأ في الشروق زادة التلاميذ يحتجون وطلبة الأداب يقاطعون، جامعة منوبة إغلاق الكلية وإلغاء امتحانات السداسي الأول ومسيرات تلمذية وانتقادات واسعة. جريدة الصباح تفتح ملف عائلات شهداء الأمن تحت عنوان بين نيران الوجع وتجاهل الدولة، قطع المرتبات، اختفاء المسؤولين وغرائب أخرى. هذا ملف للمتابعة الحقيقة، خاصة بعد إلغاء خطة كتابة الدولة لملف شهداء وجرحى الثورة، تنسألوا عليه داير شوية آخر. الصباح خاصت مقال زاد للتحوير الوزاري عنوان وتحوير وزاري في حكومة الصيد شمل 13 وزارة التشكيلة الكاملة، وهذا نصيب النهضة في الصفحة 3. جريدة لوتون في صفحتها الأولى تعدل الكفة بين الرياضة والسياسة، على يمين الصفحة بالأحمر والعنوان الأبرز في لوتون ليتوال شامبيون دوتون، النجم بطل الخريف. هذا في حديث على أحسن فريق في مرحلة الذهاب للرابطة المحترفة الأولى. وعلى يسار الصفحة الأولى تحوير الوزاري حبيب السيد ديسيد أن غومانيمون مينيستيريال 3 مينيستير دو سوفرينتي شانج دو تيتولير. السيد يقرر تحويرا وزاريا 3 وزارات سيادية تغير وزرائها. جريدة التونسية صور السادة الوزراء الجدد تتصدر كما تقريبا كل الجرائد اليوم صفحتها الأولى تحت عنوان تركيبة الحكومة الجديدة بعد التحوير الوزاري. نقرأ وزاد حوار مع السيد الحبيب جيزة الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل، أبرز ما قال فيه: لا نناطح اتحاد الشغل لكننا نريد مكانا تحت الشمس. هذا في علاقة بالتعددية النقبية. جريدة المغرب وأخيرا جاء التحوير الوزاري الموعود، حكومة سياسية الأولوية فيها للشق الأغلبي في النداء، ترضية ذات بال للنهضة ومحسن حسن، حذف خطة كتاب الدولة، تقسيم وزارتي الداخلية والصناعة. يعني في المغرب قراءة كاملة وتحليل للتشكيلة الجديدة للحكومة. جريدة الصحافة اليوم كيف التحوير الوزاري هو أبرز خبر كما قلت لكم في كل الجرائد، لعبة الترضيات مكشوفة والنهضة تنجح في إقصاء بطيخ. هذا الزاوية اللي اختارتها في العيون متاحها جريدة الصحافة. جريدة الضمير في نفس الموضوع تختار عنوان التحوير شامل كل وزارات السيادة باستثناء الدفاع، وفي الصفحة الأولى زاد سؤال: هل ستطور السلطة التقديرية للقاضي المنظومة العقابية؟ هذا سؤال في إطار الجدل حول مشروع القانون المتعلق بالمخدرات. وتقول ضمير أنه عندنا 7451 مسجون في قضايا مخدرات. الأخبار نفس الملف
الاف كتبت الجريده 1700 مسطول وراء القضبان جدل بين الاحزاب والفصل في مجلس النواب على خلفيه قانون 52 قد يكون قانون هذايا إذن والمشروع المقترح لتعديله في حديث عن قريب في الأحداث الآنية. جريدة الصور محسن مرزوق في ندوة صحفية مؤتمر النداء على مقاس شخص وحيد والتجمع أكثر ديمقراطية من النداء 2 مارس ميلاد النداء الجديد والتحوير الوزاري تحت عنوان مكافأة ليوسف الشاهد والنهضة تعزل الغرسلي والبطيخ. نختم بجريدة الصريح ملف الزيادة في القطاع الخاص، هل تكون زيادة ب 47 دينار؟ يبدو أنه المفاوضات قربت لبعضها وجهات النظر. اليوم اتحاد الشغل واتحاد الأعراف قد يتفقان على الزيادة بالنسبة للتحوير الوزاري، تصوي جريدة الصريح بالكبير وتكتب حكومة جديدة اختفى منها الغرسلي والبكوش وبطيخ في علاقة بالزيادات، فما انتظارات كبيرة في القطاع الخاص. الناس قاعدة تقول أنه الآن التفاوض قاعد يصير على التاريخ يمكن تنفيذ هذه الزيادة. مرحبا بضيوفي، شكرا لكم على قبول الدعوة. قراءة أولى باش نبداو بوزارة السيادة شوية آخر، أما هات ناخذ من عندكم انطباع أولي. يوسف وسلاتي، هو أولا معناها ثم ثلاث نقاط أساسية في تقييم هذا التحوير الوزاري. على أي أساس؟ شنو الأساس اللي اعتمدت عليه اعتمد عليه رئيس الحكومة لإبقاء بعض الوزراء وإقالة أو تغيير بعض الوزراء الآخرين؟ للاحظوا أنه أنه ما فماش تقييم، كان من المفروض أن يكون هناك تقييم واضح لأنه تو نجيو في التحليل فيما بعد. أنا شيء تم وزراء من الواضح أنهم فشلوا فشلا ذريعا في الحقائب الوزارية نتاعهم وفي أداء مهامهم، ولكنهم مع ذلك بقوا. فما وزراء آخرين ربما حتى كانت هناك يعني حتى اعتراضات من داخل الفريق الحاكم على إقالتهم، وبالتالي معايير إقالة هؤلاء الوزراء والإبقاء على آخرين تبقى معايير غامضة. العناوين الكبيره لهذا التغيير باش نقول ان المحصله الحزبيه هي الغالب الاول. هناك ايضا تصفيه حسابات، وهذا ايضا واضح، تصفيه حسابات سياسيه. والنقطه الثالثه تبدو ان هناك بعض العشوائيه في الاختيارات. اي نزربوا شويه على خاطر عندنا عديد الاسماء اللي باش نحلوا يمكن التغييرات اللي صارت عليها. محمد فراتي، طبعا تفاعل مع يوسف باعتباره هو اللي بدا الحديث. انا نتصور انه رئيس الحكومه الحبيب الصيد بذل مجهود كبير في التوفيق بين عده متناقضات، عنده ائتلاف رباعي، عنده وزراء هو قيمهم، قول ما ثمش تقييم، هو قيمهم كرئيس وزراء، تقييمه الشخصي وتقييم رئاسه الحكومه انه ثم وزراء اخطاوا كثيرا او ما نجحوش او ما همش متناسقين مع حكومته في العمل، فأعتقد أنه بذل جهد كبير. ربما يكون قد نجح بنسبة ما، هذا التقييم يختلف من شخص إلى آخر، ولكنه بذل مجهود في أنه يختار فريقه الذي سيشتغل معه طبقا لتجربته في حوالي سنة المدة القادمة. بالنسبة لوزارة السيادة في كلمتين سيلياس، أنا جينو نسمع فقط أعتقد أنه بذل جهد وحاول أنه يوفق بين عدة أشياء، بين الائتلاف الحاكم، بين متطلبات المرحلة أولوياتها، الإرهاب الاقتصادي لغير ذلك، وبين التناسق والتناغم بين الفريق باش يخدم مع بعضه بشكل جيد. أنت تقول إكراهات كبيرة وفي آخر المطاف السيد سيد نفسه في تقييمه لوزرائه ولذلك قاعده هو يعتبرهم ناجعين. أحسن سرقود، برد فعل الأستاذين اللي سبقوني، هو أنا المنطلق متاعي ساعة استطلاعات الرأي. استطلاعات الرأي دلت آخر سنة 2015 على كونه أغلبية من التونسيين يقولوا أنه الحكومة كان أدائها سيء، قرابة 60% و 35% سيء جدا. هذا الرأي العام. ثم بالنسبة لكل ميدان الاقتصاد توانسة ويقولوها في استطلاعات الرأي وتراو فيها يوميا أنه المشكلة الكبيرة في تونس اليوم هي الاقتصاد، ما صار حتى شيء. المشاكل الاجتماعية كذلك فما برشا مشاكل وما حتى توا ما فماش حلول ويمكن نوصلوا حلول تنشوف. أنا جيل. بالنسبة للأمن فما مفارقة بالنسبة للأمن، التوانسة يقولوا الأمن موجود لكن أكثر حاجة يستنوا فيها التوانسة من الحكومة هي محاربة الإرهاب. معناتها فما مشكلة الإرهاب وفما الأمن اليومي. والأمن اليومي سي بسلاتي يمكن
اجدر باش معناتها فما مشاكل نتاع حريات كذلك، معناتها هذا كله خلى انه التوانسه يرتقبوا في ان تتفرج. كيفاش تتفرج المشكله هذه؟ لازم منه يكون فما تغيير وزاري. انا حكيت على المبدا نتاع التغيير، بعد باش نشوف بالوزاره بالوزاره كيفاش معناتها لا بيرتينانس نتاع كل اختيار وكل، لكن من ناحيه المبدا هو مرتقب، التغيير مرتقب، التونسيين يحبوا التغيير وقالوا هنا برشا مرات في استطلاعات الراي، دونك جا في وقته، بعد عام جا في وقته. اذا توقيت وفكره النفس الجديد وفكره انه فما انتباع للفشل، هذا اللي قاعد تقول فيه انت. اي لكن بعد نحلوا انه فما حقيقه تغيير جذري ام لا؟ توانسه كانوا طالبين تغيير جذري، ويمكن بالتحليل بالحقيبه بالحقيبه تشوفوا انه التغيير ماهوش جذري، فما تسييس اكثر للحكومه، فما اكثر كويرونس معناتها ملمومين اكثر مع بعضهم، اللي يمكن وجهها لازمها تتبين. سي وسلاتي قال التقييم ما صارش بطريقه شفافه قدام الناس كل، كانت عندنا وجهه، شنو هي الوجهه؟ شنو هي الرؤيه؟ وعلاش هالرؤيه ذي ما مشينا لهاش؟ هذا هو لازم يتقال اليوم. هذا تنأجلوه الى نهايه البرنامج من بعد ما نحكيو على تقريبا كل الوزارات، هنا نبداو بوزارات السياده. الان مثلا عمر منصور وزيرا للعدل، وزير الداخليه الهادي مجدوب، وزير الخارجيه خميس جناوي، ومن بعد تنجيو زاد كذلك الى هالتفصيل الجديد في علاقه بيوسف الشاهد كوزير للشؤون المحليه، لكن هات نقعدوا في ثلاثه وزارات هذه، كيفاش نجموا نقراوا هذا الخيار الان؟ وزير العدل تنجيو من بعد زاد فكره المحاصه، بما انه فما شكون يتكلم على انه عمر منصور الان يعتبر محسوب على حركه النهضه، لكن في نفس الوقت نواب حركة نداء تونس داخل المجلس يعتبروا اللي تغيب الغرسلي من غير مشاورتهم فيه مشكل، وأنه تم تحييد الوزارات من وجود الحزب الأغلبي، ولذا احنا في خيار في علاقة بالأحزاب بالحزب الأغلبي أساسا فما هلا المشكلة اللي يحكيوا عليه كتلة نداء تونس. قراءة وزارة السيادة يوسف. نعم، بالنسبة أنا كي تحدثت على تقييم، وهذا في علاقة مش نأتي له، في علاقة بوزارة السيادة. التقييم ماهوش وإدارة الشأن العام ليست في لا تدار في غرف مغلقة، لابد أن تكون كما قال حسن شفافة، هناك نقاش يمكن يتم في البرلمان، هناك نقاش مع أحزاب سياسية، وهناك نقاش مع أطراف اجتماعية، ويجب أن يقع توسيع دائرة هذا النقاش حتى نتحدث عن هذا التقييم. التقييم ماهوش يخص فقط رئيس الحكومة، ولا يمكن أن نطمئن إلى عدم تشريك مختلف الأطراف في اتخاذ القرارات هذه المهمة وتقييم الوزارات. من الواضح أنه بالنسبة إلى وزارات السيادة العنوان الأبرز هو المحاصصة الحزبية، على أساس أنه أولا وزير العدل معناها، وهذا فيه نوع من الإجماع على أساس أنه انتماء او مقرب من حركة النهضة حتى لا نقول، ويضيف الى وزن النهضة داخل بطبيعة الحال، وهذا بطبيعة الحال هو تعزيز سيادية. هو تعزيز لموقع حركة النهضة داخل التشكيل الحكومي، على اعتبار انها كانت تقتصر على وزارة واحدة، واذا بها الان لديها تقريبا ثلاث وزارات، وهذا معناها تقدم مهم بالنسبة اليها. الاهم من ذلك كما قلت بالنسبة إلى الخطة الثانية في وزارة الداخلية، الهادي مجدوب وزيرا للداخلية، نعم وزارة الداخلية كانت محل إشكاليات في علاقة بالوزير السابق، لأنه هناك عدم رضا، وهناك حتى ربما قد يطرح هذه المسألة داخل البرلمان على أساس تمسك بوزير الداخلية السابق. ولكن الأهم من ذلك هو أنه حقيبة وزارة الخارجية، وهذا طرف ثالث أيضا استفاد كما رأينا في تعزيز موقعها النهضة من جهة، نداء تونس من جهة ثانية، على اعتبار وأنه عين شخص أيضا قريب له في وزارة سيادية، وكذلك رئاسة الجمهورية اللي هي طرف ثالث مستفيد من هذه العملية من خلال حقيبة وزارة الخارجية التي أصبحت أكثر قرب من رئاسة الجمهورية، خصوصا ويجب أن نتذكر هنا وأن هناك تصريحات السيد البكوش في كثير من الأحيان كانت مزعجة لرئيس الدولة وسئل عنها في بعض الأحيان، وكانت هناك نوع من التناقض. الآن بدأ هناك اصطفاف، وأن وزارة الخارجية تكون بصورة مباشرة تابعة لقرطاج دون إشكاليات. مهند فرات، شنو رأيك؟ وزارة السيادة
نعم، هو اعتقد انه المعيار الاساسي هو انه وزاره السياده تكون محايده، يعني ما يكونوش فيها اسماء حزبيه واضحه كالوزارات الاخرى. ولكن هذا لا ينفي طبعا انه عاده حتى الكفاءات والتكنوقراط قلنا احيانا في وقت من الاوقات، ولكن احيانا تلقى عنده ميولات او صداقات او قرب من هذا او قرب من ذاك. واضح جدا انه رئاسه الجمهوريه نسقت بشكل كبير مع رئاسه الحكومه، هناك يعني تشاور، هناك لمسات أخيرة وقعت بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية في عدد من الوزارات المهمة وخاصة التي تتعامل معها أو تهم خاصة رئاسة الجمهورية. أعتقد أن الأسماء اللي موجودة الآن، يعني جلها إذا استثنينا وزير الدفاع اللي هو الحرشاني موجود من قبل، ثلاثة وزارات الأخرى يعني لديهم خبرة في الإدارة، لديهم تجربة إما في القضاء أو في وزارة الداخلية كان في الوزارة، أو وزير الخارجية كان لديه تجربة أيضا رغم بعض الاعتراض حول نقطة في السي في متاعه في علاقة بالتطبيع، ولكن لديهم خبرة في ما يتعلق بحاقبهم الوزارية. لا يمكن الحكم أعتقد على أدائهم إلا بعد مدة حتى نرى هل هناك تغير ما في سياسة الحكومة فيما يتعلق بالوزارات، وزارة السيادة، أم الأمر سيظل على ما هو عليه. حسن، هنا فما عدد قراءات الحقيقة، عدد قراءات، منها السياسي، منها السياسي الحزبي، منها الآن وزارة سيادية حزب أغلبي غير موجود فيها، محسوبة الآن على النهضة. في نفس الوقت الهادي مجدوب ولد دار صحيح، لكن غياب الغرسلي اعتبر مفاجأة في هذا التغيير. في نفس الوقت وزير الخارجية بدا الكلام، مكتب تل أفيف في وقت من الأوقات هو اللي يرأس، وهذا يخلف البعض من ساعات التونسي تسأل قولي خي من فما كان هو رأس مكتب تل أفيف فاش قام منع عنا. فما كلام صار على أساس أنه أتنجي وشوي آخر إلى بيان شديد اللهجة مثلا من عند الاتحاد عام تونسي للشغل خاصة في علاقة بشؤون الاجتماعية، لكن ساعات نتسألوا علاش علاش تصير الأمور هك، شو رأيك؟ ووزن رئاسة الجمهورية كذلك بالضبط. أنا بسرعة بعجلة بالنسبة لوزارة الداخلية، مثلا وزارة الداخلية الحقيقة كين راو أن وزير الداخلية يولي وعمره 46 سنة، معناتها انا بالنسبه لي انا شخصيا حاجه باهيه، وذي نستناو فيه توانسه، يستناو فيه توانسه، يستناو فيه تغيير يعني. تغيير جيل نتاع خاطر الشباب عندهم علاقه اخرى مع الحكم، علاقه اخرى مع الامور، مع انترنت، مع تكنولوجيا، مع العالم. التشبيب حشنا به هذا حاجه. كو هو عمل كان شيف دو كابيني حتى وقت علي العريض ومعناتها، لكن نعرفوا انه النهضه احنا استعملت برشا مرات ناس خرجوا من مدرسه الاداره، وخاطر النهضه وقت اللي جات للحكم ما كانتش تعرف مليح لي غواج دو ليتا والاداره كيفاش تخدم وكل شيء، وخليت ناس واشتغلت بهم ودونك ما تقولوا اشتغلت معاهم اشتغلت معاهم. دونك هل الشخصيه هذه انا حسب رايي وبعد ثلاثة ضربات متاع باردو ومتاع جوان متاع سوسة ومتاع نوفمبر، بون الناس تقول لك صحيح الأمن مستدب في تونس الحقيقة، معناتها أمن مبسوط، لكن فما اختراقات، فما اختراقات، دونك لازم تغيير. هذا بالنسبة للداخلية. بالنسبة للعدل بسرعة، بالنسبة للعدل باش نقول الإيجابي والسلبي بسرعة. بالنسبة للإيجابي هو كان ولي أريانة، ولي أريانة، والناس أكثر حاجة في استطلاعة الرأي كان يقولون طبق القانون، كلمة طبق القانون هو حتى الحزب اللي هي جالول، جالول على أساس هيبة الدولة وتطبيق القانون. في أريانة طبق القانون، في أريانة نحى البراتن ونحى الدنيا ونحى كل شيء، ومرشي ولدت الساحة بتاع أريانة نراو فيها، معناتها تغيرت الأمور في أريانة، وكان ذاك كله حابين احنا كل الولاد ينزجوا على منواله معناتها. دونك هل الشخصية هذه كي نجحت في الجماعة المحلية اللي هي اسمها ولاية أريانة، اللي هي ولاية مش سهلة، مهمة جدا وثقيلة، دونك وثقيلة بتعرفوها، دونك الجزاء نتاعو الشكر، والشكر كان وزارة سيادة، وهذا حاجة عادية. بالنسبة لأنه عنده انتماءات، الحقيقة أنا ما نعرف حتى شيء على انتماءاته. نزار عياد على فكرة اليوم المحامي نفى أنه يبدو على علاقة به، نفى أي انتماء سياسي. أي بلا أنا هذا ما أعرفهاش. في قط بالنسبة للخارجية، هذا ولد الدار وقريب من الرئاسة، ونعرفوا احنا الدستور يكرس فكره انه الوزاره الخارجيه لازم تكون اللينيه
للبوليتيك متناغمه مع السياسه الخارجيه نتاع الرئاسه اللي هي من مشؤوليتها الرئاسه الرئيسيه بين الدفاع والخارجيه. دونك هل ميز اون كوهيرونس معناتها هل التناغم هذايا من شانه انه يصلح برشا اغلاط ويمكن نقولوا حتى ديزيغمون ضعنا شويه في وزاره الخارجيه في وقت من ضيع من يوسف في كلمتين رئيس مكتب تل أبيب. هو من المفروض احنا كنا نتذكروا ليس وانه التوانسه كانوا يناقشوا في ادراج تجريم التطبيع في الدستور. فما اعترف قالت والله ما يسالش ما ندرجوش في الدستور ولكن مؤكد ان السياسه التونسيه ستحارب التطبيع وحكومات ما بعد الثوره لا يمكن ان تسقط في هذا الفخ. الان نرى وانه معناها ثم مزاج عام. اليوم في ظرف احنا وقت اللي نلتفت اللي نرى ما يحدث في فلسطين من المفروض أنه ما يقعش تعيين هذا الرجل. المفروض أنا نفهم أنه ثم هناك ثورة وإذا كان يحب يوحينا بأنه هناك تجديد بتبيع مش كان الشخص هذا فقط اللي ممكن موجود في الساحة اللي نجم يدير حقيبة الخارجية. الغرسال يدفع ثمن آخر ضربة إرهابية في محمد الخامس؟ أعتقد أنه هناك تقييم لأداء الغرسلي أنه بذل جهد ولكن كان هناك أخطاء وكانت هناك اختراقات مهمة تسببت في ضربات رغم المجهود الأمني الكبير والعمليات كشف الأسلحة وكشف المجموعات لكن وقعت عمليات نوعية إرهابية خاصة في العاصمة اللي هي مفروض ماهوش مسموح بوقوعها بعد المجهودات اللي تبذلت طوال السنوات الماضية في مكافحة الإرهاب. ربما هذا أحد الأسباب. وزير الشؤون الاجتماعية هو محمود بن رمضان. نحب نعطي تيمون بسرعة تيمونيا يعيش. أنا كنت رئيس لجنة تنظيم الأفرو باسكيت بطولة أفريقية لكرة السلة. الحقيقة اللي سند اللي عطاه لنا سي غرسلي ونشكره توا معناتها خاطر مش ناس مشيت أنا طبعا. نشكره على المجهود اللي عمله وكانت من الناحية الأمنية حاجة معناتها عالميا شهدونا وجاونا شهادات عالمية على كونه كيفاش كانت مؤمنة الظروف متاع حضور آلاف الناس ومئات الناس اللي جايين من الخارج وتعدد في أحسن الظروف الأمنية. هاو كان الشهادة للتاريخ باش نقولها معناتها. أنا نقول لك زيد نضيف لك حاجة أخرى أنه ربما قد تكون هناك معناها بعض الوضعيات الأمنية اللي عجلت بإقالته أو بتغييره ولكن من الواضح أنه كل الوزراء اللي ما هماش مسنودين بأحزاب سياسية ذهبوا ضحية المحاصة الحزبية. وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان نتحدثوا على وزير العدل سابقا وزير الشؤون الاجتماعية بن عيسى نتحدثوا على بطيخ ونتحدثوا كذلك على وزير الداخلية. أربعة وزراء ينجموا يكونوا جزء منهم فشلوا ولكن ما همش هما فقط اللي فشلوا. وزيرة السياحة اش تعمل؟ هنا جيد. لا ما هو يليس معناها بوضوح علاش أنا ذكرت التقييم تحدثت على التقييم ولابد ان يكون شفاف وواضح امام الشعب التونسي. يوسف برنامج تقييم خليناه يوسف خليه نهايه برنامج تقييم عام الى حد الان الزاويه نتاعنا هو انه نحكيه في جدد ومن بعد نعمل تقييم عام للي قاعد وللحكومه هذه بصفه عامه. وزير الشؤون الاجتماعيه محمود بن رمضان في بلاصه اليومباعي. اذا لهنا اليوم نقراو من عند الاتحاد العام التونسي للشغل بيان تلقى المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل خبر التحرير الوزاري الذي اجرى السيد رئيس الحكومه عبر وسائل الاعلام ويهم ان يقدم التوضيحات التاليه. انا رئيس الحكومه لم يراعي قاعده التشاور والوفاق. انا التركيبه المعلنه قد اعتمدت مبدا المحاصه ولم تراعي الكفاءه كما لم تعالج القصور والعجز الذي طبع عددا من الوزارات وعمد الى معاقبه بعض الوزراء الذين عبروا عن نفس اصلاحي حقيقي. تعتبر هذا التحوير الوزاري غير مستجيب لمتطلبات المرحله ويزيد من تعميق الازمه المخيمه. نحمل الاطراف المعنيه ومجلس النواب الشعب مسؤوليتهم في معالجه هذا الخلل. شديد اللهجه من عند الاتحاد البيان. هل انتم تعتبروا انه يمكن اليومباعي كان من الناس اللي دافع عليه الاتحاد ويعتبر انه الان فما نوع من قله التشاور غضب من عند الاتحاد؟ شنو رايك؟ لا اولا وزاره الشؤون الاجتماعيه هي وزاره حساسه جدا لانها تهم الجانب الاجتماعي في حياه الناس. أي. وفي كل بلدان العالم مش تتعلق بتونس فقط في كل بلدان العالم عاده ما يقع التشاور مع النقابات واخذ رايها وانطباعاتها حول اي تعيين ممكن ان يحصل بهذا المجال لانه باش يكون ثم تعاون ستكون هناك مفاوضات ستكون هناك حديث حول الاوضاع الاجتماعيه للناس ومعيشتها اليوميه. من الواضح انه اقاله او تغيير وزير الشؤون الاجتماعيه بتلك الكيفيه دون
التشاور مع الاتحاد في هذا المجال، وكأنه استرضى لطرف اجتماعي آخر، وكأنه أيضا ضربة للاتحاد العام التونسي للشغل، لذلك كان هناك نوع من التنديد بغياب هذا التشاور كبير من عند الاتحاد. محمد فراد. نعم، واضح جدا أن اتحاد الشغل أهم نقطة ربما في بيانه أو في غضبه تحديدا هو تغيير وزير الشؤون الاجتماعية، وربما كانت مفاجأة ليه، ربما ما كانش يتوقعها، أولا لأنه أداؤه حقيقة يعني كان معتدل، الجملة واضحة وحاول سمعنا عبر وسائل الإعلام. نعم، معناها نعم الغمزة نعم واضحة. نعم واضح. معناها هو حتى الأحزاب الحاكمة نفسها تفاجأت بالموعد متاع الإعلان، لأنه كانت ثم مشاورات، وبعض الأحزاب كانوا يتصوروا أنه ثم جلسة أخرى لاطلاعهم على آخر الترتيب، لكن يبدو أن هناك حسابات خاصة لدى رئيس حكومة سرعت في الإعلان. يعني هناك غضب، هناك غضب، ربما وزير الشؤون الاجتماعية لديه فيتو من أطراف معينة موجودة في البلاد، فرئيس الحكومة كما قلت في بداية يعني عنده معنى إكراهات، لابد أنه يحاول يعدل الكفة بين الجميع. كلمتين فيما يخص الوزارة هذه، وزارة الشؤون الاجتماعية، مع العلم أني عندنا أرقام مؤخرا تجي من عند الصناديق الحقيقة تخوف شوية. في نفس الوقت ما زلنا أمام المشاورات والمفاوضات الاجتماعية اللي ما زالت منها معطل في القطاع الخاص، وما زال باش يجي متاع 2016 و2017، شانتي كبير ياسر. حب نكلمك بصراحة ديس، احنا نحبوا حكومة تحكم، ونحبوها تقرر، ونحبوها تكون عندها مسؤولة. دونك تشاور شكون؟ علاش تشاور؟ علاش تشاور في بلي مثلا فالس باش يعمل الحكومه نتاعو مع فرانسوا اولاند، يمشي للسي جي تي يقعد يحكي معاها بلي ايش قولك نحط هذا ولا هذا، بلي خلينا نكونوا جديين. ثم الحكومه احنا في استطلاعات الراي نتاعنا كلها تقول التوانس يقولوا الحكومه ما تحكمش، الحكومه ما تحكمش، فكره الايدي المرتعشه. ولا باش نقعدوا قداش من مره نعملوا نقاشات، اي نعملوا نقاش يا سيدي، نحلوا نقاش وكل هالنقاشات هذيا. باش نرجع لكلمك بالضبط يا ليس، انت جبت على موضوع الصناديق اللي هي باش تفلس في توصل 4.3 ديفيسيت نتاعها 4.3 مليار دينار في 2020. بالنقاشات هذيا باش نقعدوا ديما نتناقشوا، باش نغرقوا احنا رواحنا كاكتيف ناشطين، واحنا يمكن انا كشخص الروتريت نتاعي مش ناخذها على خاطر باش نقعد فك النقاشات. يزينا من النقاشات الحكومه قررت باش تعمل الحكومه نتاعها، سفري نجم نعلقوا عليها، نجم نقيموها بعد 6 اشهر بعد عام، لكن باش تقعدوا كل الاطراف تعطي رايها، والرايها لازم يكون فعل على العين والراس، جي تي تي وبخي نوبل وحاجه خارقه العاده، ونعرفوا دورها ووطنيتها وكل شيء، هذا عمره حتى حد الى غومي اون كوز، لكن لازم نكونوا جديين في وقت ما وقعت. جديين كلمتين يوسف سيتي وانت عدل، كلمتين. هو راهو التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل هو تفاوض مع طرف اجتماعي مهم، وبالتالي من مصلحة الحكومة أيضا أنها تتشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وتعرف جيدا دور الاتحاد سواء كان في إدارة الحوار الوطني قبل ذلك، والخروج من الأزمات السياسية اللي تعمقت فيها البلاد. الكلام هذا بار اكزومبل اللي تقول فيه حسن ما هوش صالح سنة التالي، وقت اللي كانت الأطراف، هذه الأطراف هي التي تقود الحوار الوطني، وبالتالي كان عندها دور، مش تقول لي توا جي كيفاش نتشاور معاهم، علاش ما تقالش الكلام هذا يقبل. بالتالي دور الاتحاد العام التونسي للشغل هو اكبر بكثير من ان يقع النظر اليه من هذه الزاويه. انا عندنا مؤسسات ديمقراطيه، عندنا مؤسسات ديمقراطيه، نقول لك اللي ما يلزمش تشاور فيه الحكومه ان تعطينا برامج واضحه، خاطر توا راهو تحميل الوزراء مسؤوليات مختلفه، الاخطاء اللي صارت الان في الحقيقه مش مسؤوليتهم الشخصيه، انهم بعد 100 يوم جاوا اعطونا برنامج، وكل وزير بدا يلم في مجموعه من النقاط ويحط فيها في ورقه والى اخره، وعندي برنامج. الحكومات التي تحترم نفسها واللي يديها ماهيش مرتعشه، وهذا استحسن حبك ايضا تشاطرني فيه الراي، ونظن انك تشاطرني فيه الراي، هي الحكومات القويه التي لديها برامج، مش اللي ما تتشاورش. الذي يتشاور هو القوي، الذي يتشاور هو اللي عنده رؤيه واضحه لاداره الشان العام واداره البلاد، عنده رؤيه للبطاله، ستعطيك الارقام على مدى 3 سنوات كم ستشغل في القطاع الخاص وفي القطاع العام، وكم ستكون عندها نسبه متاع تنميه. الدول والحكومات القويه هي اللي عندها رؤيه الى تعليمها، والى كنا نتحدث مع الياس منذ قليل على المرفق العمومي، اللي عندها رؤيه الى مرفقها العمومي الى التلفزه واذاعتها. الدوله القويه والحكومه القويه هي اللي عندها رؤيه ايضا الى التعليم والصحه وقطاعاتها الاستراتيجيه والطاقه وغيرها، وملف التهرب الضريبي
هذه الدولة الحكومة القوية، مش الحكومة اللي ما تتشاورش مع الأطراف الاجتماعية وكأنه هذا ضعف. لا هذا بالعكس، الفريق القوية ويعززها تسميات وزراء. لا نوافقك 100%، لكن تسميات وزراء مش تقعد تدور على الأطراف الكل وتقول لهم شاوروا سامحني وعام كامل وما نعملوش حكومة. نتجاوزوا هذا بالنسبة لنا الجدل واضح، وقت اللي طرف أساسي الآن اليوم في البلاد يتكلم على الغضب نتاعو 100% باش يدخل في الحسابات المقبلة. وزير الشؤون الدينية، هذه زاد معركة أخرى، وزير الشؤون الدينية السيد محمد خليل الآن هو من مواليد 1952 زيتوني التكوين، النهضة بالنسبة للبعض تربح معركة عثمان بطيخ بالاستغناء عنه من التركيبة الحكومية. نبدأ بمحمد فراتي. اي طبعا، هو تغيير وزير الشؤون الدينية كان متوقع، لأنه المشاكل التي حدثت في عهده ومشاكل المساجد، وتذكروا برشا مشاكل أخرى حتى في الإدارة واحتجاجات حتى داخل أعوان الوزارة، كلها كانت يعني تؤكد أنه سيقع تغييره. في نهاية الأمر ليس هناك اختلاف كبير بينه وبين محمد خليل، لأنهم الكل من نفس تقريبا التكوين، ونفس هذا ابن أيضا الجامعة الزيتونية وابن وزارة شؤون دينية، وهو شخص معروف. فالمهم في السياسة كما كان يقول سي يوسف وسي حسن، المهم أن السياسة تتغير، أن يكون هناك تناسق مع الحكومة، أن هناك سعي أيضا لإحداث نوع من التوافق. شنو هي سياسة الحكومة الدينية، ولا شنو هي سياسة الحكومة سياسة الحكومة سياسة الحكومة الدينية في عهد الوليد كان فيها كثير من الأخطاء. لماذا 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 أقيل عثمان بطيخ؟ لماذا؟ أعطيني سبب يجعل الحكومة هذا السؤال سيطرح إذا لم يكن التعاقي مع الأئمة اللي راهم هما معنا خارجين على الإسلام المعتدل. قد يبدو للبعض أن البطيخ طبق القانون، قانون مؤسسة الدولة، ولذا لهنا تقييم محمد رئيس الحكومة غير واضح في علاقة بملف بطيخ. البعض مشى إلى فكرة أنه بطيخ أغضب النهضة، بطيخ إكسيت البرة وكاو. هذا تقييم اليسار، هذه القراءة اليسار. الأسئلة تطرح بأشكال عديدة. أنا نقول لك شنو هو اللي يخلي بطيخ يكون وزير شؤون دينية؟ ليس لديه، شفتوه حتى يتحدث في وسائل الإعلام ما ينجمش يركب أربع جمل على بعض، يعني لا سمحني، لا علم ديني، يقرأ في آيات قرآنية بالغلط، لا يعرف يتحدث بفصاحة، ليس لديه دبلوماسية في التعامل مع الاضطرابات الدينية. مفتي ديار تونس مش هو اللي في عهد بن علي، مش هو اللي مفتي في عهد بن علي. مفتي الآن سيتم على كل حال، على كل حال إلى دار الإفتاء، على كل حال ليس أفضل، ليس أفضل ما هو موجود في علماء الدين وفي الفقهاء الموجودين وفي الجامعة الزيتونية واللي معتدلين والمعروفين. واضح. فبالتالي تغييره ليس مفاجئ. واضح. تغييره غير مفاجئ. حزبي مش حزبي يقول لك ما نعرفش. أنه العنصر الأولاني هو المحاسة، العنصر الثاني هو تصفيت الحسابات. من الواضح أنه في علاقة بوزير شؤون دينية هناك تصفيت حسابات، ليس هناك مؤاخذات على هذا الرجل، إلا أنه خاض معركة ضد الأئمة وإما معروف انتمائهم لطرف سياسي معين، وبالتالي كانت النتيجة هي إقالته، وهذا مسألة واضح. بالله الياس انت محاسب بالنسبة لي لخصتها الحكاية، خنت عديوها الحكاية هالوزارة هذه، لأنك لخصت الوزارة مهمة ما تستحقش. فما 69 نائب في 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 البرلمان ينتميوا إلى حزب حركة مش حزب، هي اليوم حركة. الحركة هذه هي الحزب الثاني في البلاد، وهي عندها وزنة في الحكومة، رأت أنه هالشخصية هذه وكهو ما فهمش أمور أصعب يسر في التحليل من هكا. قصة النهضة في هذه الحكومة، البعض تكلم على أساس أنه هذه حكومة نداء نهضة، وأنه الحكومة هذه في علاقة بحركة النهضة. ثم الآن وزارة سيادة، ثم الآن وزير الطاقة والمناجم السيد منجي مرزوق، فما خطة أخرى تكلموا عليها البرشة البارحة التوانسة في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هي السيد مستشار الحكومة المكلف باليقظة والاستشراف السيد نجم الدين الحمروني، الحقيقة كان موجود في الحكومة. هذا قراءتكم. نبدأ بيوسف الوسلاتي. حجم حركة النهضة حليف نداء تونس في الحكم في حكومة لحبيب الصيد. قبل ذي بالله معناها سؤال أيضا، تو قالوا لنا انه يحبوا يعملوا كفاءات والبديل معناها المحاسة السياسي. تو وزير الطاقه والمناجم الحالي
اللي تم تعيينه جديد. منجي مرزوق. سي منجي مرزوق. من حكومة اللي هو مستحدث الوزارة. نرجعوا لهذيك المسألة الثانية، معناها حبوا يعملوا ربما في إطار هيكلة الحكومة معناها التضييق قدر المستطاع، معناها حظ بعض الوزارات، وإذا به توسعت الآن ولو عندنا صحيح أربع وزارات ونرجعوا لها وإلى آخره. ولكن شنية الكفاءة نتاع السيد مرزوق في مجال الطاقة والمناجع؟ كان دراسته، كان تجربته، كان كفاءته في هذا المجال. إضافة إلى ذلك ثم حتى أشياء أخرى في ارتباطات معناها مع مؤسسات مالية اللي هو وغيره ربما ما زال مرتبط بها مهنيا. لكن في علاقة بالملف السياسي بصورة عامة، موقع النهضة بالتأكيد تعزز، معناها فما وزارة سيادية، وزارة العدل، وزارة التشغيل. لا ما هو قريب من حركة النهضة، ينفي أو لا ينفي، هذه قراءة سياسية ومن حقي أن أقرأها حتى لو يجي هو ويقول أنا راني مانيش نهضة. ما تعنينيش قراءته هو في ذلك، لأنه ثم إطار سياسي اشتغل فيه، ثم أشخاص معينين هم اللي اقترحوه، إضافة إلى أنه إمكانية اقتراحه، وهذا ما سمعناه أنه تم اقتراحه من قبل حركة النهضة، وبالتالي يحسب على حركة النهضة. لا وصار الشيء هذا قبل، وفما ناس قدموا هم على اساس مستقلين، ومن بعد لقيناهم في قوائم انتخابيه، ولقيناهم في خطط معناها عاليه، وثم حتى معناها شكون اقتحموا مجال الاعلام وانفاوا انتمام الى حركه هذا، وتبين لاحقا ايش على ذلك. على كل حال ماشي قليل، ولكن من الاطراف المستفيده معناها بصوره اساسيه هناك شق من النداء، وهذا يمكن أن نتحدث عنه. هناك أيضا حركة النهضة اللي عجزت موقعها من خلال كما قلت وزارة سيادية جديدة، وكذلك وزارة اليقظة والإشراف، ولو أنها معناها كتسمية وكربما كهدف في الحقيقة غير واضحة المعالم، وتبقى حاجة هلامية اللي يبدو أنها فقط هي لإضافة سياسية أكثر من أي شيء آخر، لتعزيز موقع النهضة أيضا داخل الحكومة، وكأنها عين لمراقبتها ليس إلا، وما عندها حتى علاقة بالكفاءة أو النجاعة، وإنما تعزيز موقع حركة النهضة داخل محب الحكومة. فرات لي نبدأ من النقطة الأخرانية، لأنه الكثير من الناس يجهلوا أو على الأقل ما يطلعوش على اللي موجود في العالم. الاستشراف واليقظة حاجة موجودة في العالم، يعني النظر إلى المستقبل واليقظة من الأخطار واستشراف المستقبل، هذه تعمل لها وزارات الدول. ثم نجم الدين الحمروني مش أول مرة موجود في الحكومة، هو موجود معناها في حكومتين أو ثلاثة، والكلهم يعني تحدثوا على كفاءته وعلى الدور اللي كان يقوم به في كل حكومة، وكان يتعامل بعيدا عن التصنيف الحزبي، كان يشتغل كتكنوكرات ومعروف هذا. حتى في وزارة الصحة كان موجود مع سي سعيد العادي، ورغم ربما ما ثماش تواصل بيناتهم، ولكنه اشتغل بصمت. ثم مشكلة مع الوزير. على كل حال ربما هذا أحد الأسباب اللي خلتهم. اثنين، أنه السؤال دائما أنا نشوف فيه مغلوط، يعني أنه نطرحه المسألة على أساس أنه النهضة ماذا كسبت وماذا خسرت، في حين أنه الرئيس الحكومة يعني اجتهد تحاور مع جميع الأحزاب الموجودة، وشاف الخريطة وحكام على الناس الكل، وعنده خريطة برلمانية أيضا. يعني لو اتبع الخريطة البرلمانية فقط ممكن يكون حزب النهضة أكثر بكثير، ينجم يكون يعني عنده 7 أو 8 وزارات بعد نداء تونس. لكن الآن وقت نشوفه التركيبة اللي موجودة الآن الحكومة، أنه نداء تونس تعزز مثل بخالد شوكات، تعزب خالد شوكات، تعزب أنيس غديرة، تعزز ب يوسف الشاهد تقريبا 3 أو 4 وزارات، وحافظ على وزارات أخرى قديمة. الوطني الحر تعزز بوزارة أو ممكن أكثر، أفاق حافظ على تقريبا الكوتام تاعه، ولكن النهضة تقريبا ما تحركتش، لأنه كي تحسب أنت أنه ثم وزير ثاني محسوب على النهضة، لكن ما تنساش أنه كان ثم زوز كتاب دولة، اليوم هذو ما خرجوا، ما عادوش موجودين، لكن موجودين في رئاسة الحكومة، يعني كي تحسبهم بالأسماء كان عندها 3 في مركز القرار، أصبح عندها 3، يعني هي نفسها مو هذا كاتب دولة أو وزير، لكن نفس الرقم. ولكن رغم ذلك النهضة لم تعبر يعني عن غضبها أو كذا، المفروض أنها تكون أكثر وزارات من الاتحاد الوطني الحر وفاق تونس. قالت أنا نساند الحكومة حتى ولو ما كانش تمثيلي بشكل كبير. علاش؟ لأنه البلاد تحتاج اليوم إلى استقرار، تحتاج إلى دعم حكومة تشتغل من أجل أولويات حارقة. أحسن زرقوني كلمتيني فضلك، وزن النهضة الآن في هذه الحكومة. أنا حسب رأيي وزنها أكثر من آفاق وأكثر من الوطني الحر، دونك معناتها باش تكون الأمور واضحة، معناتها فما نداء تونس
ثم النهضة ثم الحزبين الاخرين دونك براتيكمون بروبورسيونيلمون للمجلس نسبيا للمجلس ولا نتائج الانتخابات. نرجع لمنجي مرزوق اذا تفضلت بسرعة. منجي هو صديق تحكي على نجم الدين؟ لا نحكي على منجي مرزوق. منجي مرزوق تفضل. مرزوق الطاقة الطاقة والمناجم هو صديق ليا. انا كي كنت رئيس لاتوج كان معنا وكان يعمل لنا محاضرات في معناتها علم وتقنيه وجاه به. صحيح عنده ارتباطات مع في تونس ولا في البرازيل؟ لا مقيم في فرنسا نجم معناتها في باريس ومش مشكله معناتها مش هذا الاصل. وممكن وزاد كذلك نقول لك معناتها بكل شفافيه عنده ارتباطات مع شركات عالميه به لكن مش في الطاقه. هذا في هو الاتصالات. في الاتصالات. الاتصالات به. وفي الاتصالات وقت كان مدير في الاتصالات عمل سياسات. غادي وين التقييم؟ انت تلوج على التقييم، التقييم هو غادي. شنو صار هو؟ كي كان وزير اعطى اهميه اكثر لمثلا تخفيض سعر في التليكوم. والناس كل حستها وشعرت في تونس انه نقص سعر التليكوم. لكن هذاك خلى انه فما مداخيل اقل للدوله من ناحيه الجبائيه، ثم مداخيل اقل للشركات نتاع التليكوم خلاها ما عملتش الاستثمارات المزمع المزمع القيام بها واخرت وقلت حتى من قيمه الكات جي ديغيير لانه ما عادش عندهم برشا فلوس. هذه وحده نقيموها تقنيا الحكايه. وقتها معناتها انت تحب على السجال او الجدال على التقييم الحقيقي هذا على هاو كيفاش لازم نحطوا الامور هذه وشنو يعرف من الطاقه وشنو يعرف من المناجم. وكذلك وانا اليوم صباح كنت مع البي دي جي نتاع السي بي جي قال عنده مشكله، قال فما برشا ادارات ومشاغل مع وزاره الصناعه هو كسي بي جي معناتها دوك ولات عنده وزارتين. هو كان عنده وزاره برك يتفاهم معاه ولات عنده وزارتين، وزاره الصناعه ووزاره المناجم. دونك هذا كله اللي تحط على الطاوله بون فيها وعليها. انا نقول 5/10. نجم الدين الحمروني في 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 رئاسه الحكومه مستشار، هذه كلمتين على اليقظه والاستشراق يمكن تولد سبب فهمه معناتها يقظه واستشراق. قلت كلمتي على الموضوع هذا. اي كلمتين فضلك. سي ظهر انه الشخص هذا هو الي بغيون، هو دماغ، هو باهي وكل شيء، فاهم الموضوع، هو تابع حركه النهضه بيسور، تابع مجلس الشورى وكل. ما فماش ليكيفالون تاعو عند نداء. هذا هو انا كي نعمل قراءتي افيك ركول ما قلت ان انت مسافه مسافه ما فماش الى خبرته في الحكومات السابقه يعني ما فماش سون ايكيفالون في نداء في 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 الرئاسه في القصبه ما عندها. كاين النهضه عندها اكسي ونفاذ للدوسيات للاستشرافات للمراقبه الحكومه اكثر من نداء. هذا هو اللي يزعج في الوضع. لكن بون اكو خليكم احنا قلتوا لنا اعطيوا رايكم. نداء قالت عندي ما 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 ما, ما يكفي ما يكفي اربع حكومات الامور تعمل في القصبه ما يكفي اربع حكومات قال دستورنا يعني الاستشراف راهو مركز الدراسات الاستراتيجيه هو اللي يقوم بالاستشراف هي. والدوله التونسيه عندها هذا المركز و حتى شيء ما يمنع كابينيه نتاع نتاع رئاسه الحكومه هي اللي تستشرف المستقبل يكون عندها. حتى انا قلت معناتها من ناحيه سياسيه ما فماش ايكيليبر فماش توازن. حسب رايي نداء ناقصها في قطعة تاع الشطرنج في القصبة. هو احنا وضع نداء يوسف الوقت فضلك ما نحبش ان نزربكم برشا لكن باش هكاك نجمو نختموا وما نفاوش بطريقة غير سليمة. حجم نداء الآن داخل هذه الحكومة. أنيس خديرة وزير للنقل نطق الرسمي باسم الحكومة.